تذكير بأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يرفع التأهب لضمان تجهيز الكهرباء في الصيف، وإشراف صحي وتربوي على حملة لقاح الحصبة في المدارس. مقتل الوالي العسكري لداعش في الطوز وداقوق والمسؤول المالي للتنظيم الإرهابي في صلاح الدين. رؤية أمنية عراقية تخير الفصائل المسلحة بين المواجهة والاندماج، وملف العقود الأمنية بديلاً عن التجنيد الإلزامي. التجارة تتوقع موسم حصاد للحنطة هو الأعلى في تاريخ العراق، والزراعة تستعد مبكراً لصرف مستحقات الفلاحين. نهاية النشرة، نلتقيكم على خير في أمان الله.